ساعة البطون تتوه العقول. بس انت يا رمضان شكلك بتحب البصل قوي. هو اللي بيحبني يا محمود، وبعدين البصل ده فاكهة الغلابة، واحنا كنا لقينا غيره قلنا لا. ده كده رضا يا رمضان؟ طبعا رضا، نعمة وفضل، ربنا يديم علينا نعمة يحفظها من الزواج. إلا قول لي يا رمضان، أنت قبل ما تيجي تشتغل حجانة هنا كنت شغال إيه وفين؟ لا كنت شغال في أي حاجة، أي حاجة تجيب فلوس، الشغل مش عيب، أي حاجة تخلينا ناكل عيش وبصل. والله ما أنا كاسفك يا رمضان، أهو يبقى عيش وبصل. كل بصل يا محمود. الله، أنت ما جيتش فطرت معايا ليه؟ الواد اللي اسمه رمضان اللي جاي جديد دي ما بينزلش من زور ولا أنا طايق أشوفه. إحنا مالناش دعوة بيه، إحنا بنشوف شغلنا. ما هو اللي بياكل في جتتي، الواد ده لسه جاي بقاله يومين واكل دماغهم كلهم. الله، رمضان ما كلش دماغ حد. رمضان راجل طيب ومحترم وبتاع ربنا ومن حبه ربه حب فيه عبده. اما انتوا ناس بتفطروا كل يوم وانتوا ما بتصوموش اصلا. لا اله الا الله، ما تسيبوا الناس في حاله وتشوفوا اكل عيشكم، خلوا ربنا يكرمني. جرايه دي انت هو حسيبه جاب من اخر البلد ليه؟ ما تقوم شوف مصالحك انت هو، شوف شغلكم كده. يلا معلش يا حاج، اصلهم كانوا صايمين طول النهار والفطار كان ناشف عليهم. اللي ما يعجبوش نعمه ربنا ياكل من اكل البهايم، على الأقل البهايم بتشتغل وبنستفاد منه. إنما انتوا حيا الله بتعملوا إيه؟ جاتكوا رابع عليكوا على أيامكوا الطيب. الحمد لله على نعمة ربنا، بس أنا بس أنت ما بسش، أنتوا تروحوا تشوفوا مصالحكوا، وأنت هلا أنت هدوم شوف مصالحك كده. أنت لبط أنت، إنك يا سوس على دماغي يا سيد الناس. ولا يا حمجاء، يا حمجاء انت بتفطر في نهار رمضان ليه يا جدع؟ يا عم ارحمني، يعني هيبقى موت في الشغل وموت من الجوع والعطش كمان، يعني يرضيك اموت؟ هو انت الطول تموت في رمضان؟ على الاقل ربنا هيرحمك برحمته. يا عم روح شوف شغلك واسكت، احنا لسه شباب نبقى نعوض السنه الجايه.